من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي هو السوبر وكل ابناء النادي الاهلي في كل مكان هم السوبر. معايا واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي ارتباطه بالنادي الاهلي ارتباطه ابدي ووجداني، العميد محمد مرجان اللي كان حريص انه يكون موجود النهارده وسط اعضاء النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي علشان يتابع مباراه السوبر. سيادة العميد محمد مرجان، يعني ارتباطه بالنادي الاهلي بقول له ارتباط وجداني، ارتباط ابدي كواحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين. طبعا احنا النادي الاهلي احنا مولودين فيه، يعني الحمد لله رب العالمين. اولا نبارك للنادي الاهلي، نبارك لجميع النادي الاهلي، نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، ونبارك له هو مباركه خاصه على الجهد اللي عمله من جنوب افريقيا لقطر، رحله شاقه جدا بس ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا واكرم النادي الاهلي الحمد لله. بنبارك للجهاز الفني على المجهود الرائع وحاجه مشرفه جدا، بنشكر كابتن موسيماني، وان شاء الله باذن الله احنا يعني كده مجلس اداره كابتن محمود الخطيب دي البطوله الرابعه في موسم 2020-2021، ان شاء الله باذن الله يبقى فاضل السوبر المحلي يبقى كده الخماسيه، وبعد كده باذن الله نركز في العشره بامر الله، بامر الله تكون برده ان شاء الله اهلاويه. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبقى عدل، اللي بيتعب ربنا بيكرمه، فريق بيتعب في شغل باداره ليها تخطيط كويس جدا. نتمنى لكل المؤسسات في مصر تبقى شغاله، الرياضيه تبقى شغاله بنفس الاسلوب. النهارده فرحه مش نادي الاهلي بس، فرحه متهيألي للكره المصريه كلها، اي حد فعلا يعني بيتابع الرياضه دي فرحه الرياضه المصريه كلها. النادي الاهلي النهارده بطل السوبر، بطل افريقيا، ده مصر مش النادي الاهلي بس. تاني هنقول مبروك لجميع الاهلي بصفه خاصه، مبروك للجمهور المصري كله والشعب المصري كله بصفه عامه. محمد بيه، الاهلي بيعمل معادله صعبه، عضو النادي الاهلي يقول لك انا موجود في البيت الكبير بيت النادي الاهلي، اللي بيتولى منصب في النادي الاهلي ارتباطه بيبقى ارتباط ابدي، يعني بيزد يعني بيجي النادي الاهلي اكتر ما كان موجود في منصب. لا هو النادي الاهلي كده ربنا على كده، انت النهارده في اي مكان انت بتخدم بيتك، في اي مكان بتخدم، بس النادي الاهلي علمك حاجه ثانيه خالص، اللي انت طول ما انت موجود بتخدم. النهارده كنا بنخدم النادي الاهلي بصفه خاصه طول ما احنا موجودين، انتمائنا للنادي الاهلي، ولكن النهارده احنا بنخدم الرياضه وبنقدم ايدينا بصفه عامه لكل الرياضيين والرياضه المصريه عامه، فدي حاجه كويسه. النادي الاهلي دايما بيطلع الكوادر وهو ده النادي الاهلي، واي نادي في مصر خلي بالك بيطلع الكوادر بتاعته عشان تخدم الرياضه، في الاخر احنا بنكمل بعض كلنا. محمد بيه، يعني في كتير من اللقاءات كنا بنسجل مع حضرتك في وسط الانشاءات وفي وسط الانجازات اللي بيعملها النادي الاهلي، لكن كنت دايما انت قريب من نبض الجمهور، بتتكلم بلغه البطولات، انا عايز بطوله، انا عايز افريقيا، انا عايز السوبر. ما هو انا عشان احنا لعيبه، يعني احنا اصلا اتولدنا بنلعب في الرياضه، فطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا البطوله، اي حاجه ثانيه يعني انت بتكمل مشوار، لكن الاساس النادي الاهلي نادي رياضه، فاهم؟ اي نادي بالرياضه بيبقى عايز البطوله نمره واحد اهم حاجه، فانت النهارده بتركز على الرياضه، على الجانب الاخر خدماتك وانشئاتك والخدمه اللي انت بتقدمها المجتمعيه وخدمه الاعضاء الجمعيه العموميه، ولكن اساسنا كلنا بما فيهم كل هتلاقي الاعضاء الجمعيه كلهم عايزين بطوله. يعني انا حاضر في النادي الاهلي من ايام ما كنا صغيرين، يقول لك مش مهم الكراسي بتاعتنا بس المهم نحصل على بطوله. النهارده انت بتعمل المعادله الصعبه، ازاي بتبقى ناجح او نمره واحد في الناحيتين رياضيا، دي تكلفه عاليه جدا جدا جدا، الانشاءات وخدمات الاعضاء برضو دي تكلفه عاليه جدا جدا، في الاخر هي منظومه كامله متكامله. متهيألي النادي الاهلي وصل كمؤسسه رياضيه، ما اصبحش نادي فقط، لا اصبح مؤسسه، ومؤسسه رياضيه كبيره جدا جدا، انت بتتكلم النهارده في 5 فروع، وربنا يكرم ان شاء الله يفتحوا فرع التجمع الخامس قريب، فانت دي بقت مش نادي، لا ده بقى مؤسسه رياضيه منظومه بالشركات اللي اعلن عنها بالاستاد. متهيألي نتمنى اللي يبقى فيه أكتر من مؤسسة النادي الأهلي الفترة اللي جاية إن شاء الله. محمد بيه، عايز أختم مع حضرتك بنقطة مهمة، شايف حركة الطفرة الإنشائية اللي بتعيشها الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شركة استادات عليها حمل كبير جدا وعليها مسؤولية كبيرة جدا، إنك تمشي في خطوط متوازية مع الدولة المصرية أمر صعب. الحمد لله، شوف انا يمكن قلتها قبل كده وانا موجود مدير النادي الاهلي، اللي مش هيستغل فتره وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والطفره الانشائيه اللي بتحصل مش هتحصل تاني. انت ما كنتش عارف تاخد رخصه عشان خاطر تحط مسمار في مدينه نصر هنا، انت النهارده مدينه نصر اتفرج على الاسوار واتفرج على الانشاءات شكلها بقى عامل ازاي. النهارده نفس القصه الشيخ زايد، انت بتاخد موافقات الاستاد بتاعك، بتاخد موافقات بانشاءاتك، اللي مش هيواكب الطفره دي مش هيعرف يعملها تاني. النهارده نفس القصه في شركه السيارات الوطنيه، احنا النهارده بنصارع وبنسابق الزمن اللي احنا بنفتح سيتي كلاب في كل محافظه، الحمد لله يمكن ربنا اكرمنا مع مجلس الاداره برئاسه برضه الاستاذ سيف الوزيري، اللي احنا نقدر نفتح 5 فروع في رمضان، وده كان مجهود جامد جدا على كل فريق العمل في شركه استادات واسره سيتي كلاب بصفه خاصه. ان شاء الله باذن الله بنكمل برضه الفتره اللي جايه، يبقى في مجموعه افتتاحات على مستوى العبور والشروق، وهنبدا بعد كده نخش على وجه ابلي، منيا، وسوهاج، واسيوط، فدايما طالما في
دولة قوية وبتتحرك، لازم انت تقدم خدمة. دولة النهاردة هي بتقدم خدماتها وبتقدم ايديها للمجتمع، للشباب، للعائلات، للأسر. لازم برضه هم كمان يقدموا ايديهم اللي هم يساعدوا، ما يستنوش. احنا عايزين نحقق حلمهم، بنحقق حلمهم اللي احنا رحنا لغايه عندهم عشان نكتشف المواهب، بنوفر لهم البنيه التحتيه كويسه عشان خاطر يتمرن، مناخ صحي كويس. يا رب يبقى عندنا الف محمد صلاح الفتره اللي جايه. انت السوبر، كلمه من القلب تقولها لمين؟ تاني، انت السوبر، كلمه من القلب تقولها لمين؟ للنادي الاهلي وجمهوره. لازم النادي الاهلي وجمهوره هو السوبر، والحمد لله رب العالمين. الف مبروك وربنا يكرمك ان شاء الله. الف مبروك، شكرا. انت السوبر يا اهلي، كلمه تلخص كلام كتير جدا من العميد محمد مرجان اللي قال كلام من القلب وارتباطه الوجداني بالنادي الاهلي. يبقى النادي الاهلي هو السوبر ومزيد من البطولات للنادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.